للوقوف أكثر على ما يحدث في غزة ينضم معنا المحلل السياسي والأكاديمي الأستاذ تيسير حسن. أهلا بك أستاذ تيسير في النشرة الرئيسة. حياكم الله. أستاذ حسن، هناك غارات إسرائيلية متواصلة ومستمرة على قطاع غزة وحصيلة الشهداء في ارتفاع، إلى أين يمكن أن تصل هذه الذروة من التصعيد؟ الشعب الفلسطيني عزيزتي قرر أن يوقف الاحتلال عند حده وأن يمنع كل هذه التغولات وأن لا يسمح لهذا الاحتلال بمزيد من هذا التغول على الأرض والشعب والمقدسات. صحيح هذه الجولة سببها هو القدس وحي الشيخ جراح وهي تمثل عنوان للقضية الفلسطينية، ولا يحق لأحد أن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى الاحتلال الإسرائيلي يتغول على دماء شعبنا وعلى مقدساتنا بهذه الطريقة. لذلك صعدت المقاومة الفلسطينية ووجهت ضرباتها إلى هذا الاحتلال الغاشم لكي تقول له أن كل الأمة مع القدس ومستعدة أن تضحي من أجل القدس. هذه الجولة لم تنتهي بعد رغم كل الإجرام الذي مارسته دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا زالت، وتحديدا في قطاع غزة الذي عرضتموه هذا جزء بسيط من الإجرام الذي يمارس كل دقيقة وكل ساعة. بالأمس شهدت قطاع غزة ليلة من النار ومن الجحيم الذي صب على رؤوس المواطنين الأبرياء وهم نائمون في مساكنهم الآمنة، تدمير لهذه المساكن، ارتقاء شهداء معظمهم من الأطفال والنساء، والاحتلال يتبجح أمام المجتمع الدولي أنه يستهدف نشطاء في المقاومة الفلسطينية، ولا أدري أين هم النشطاء. وعدسات الكاميرات قد التقطت عشرات الأطفال وهم يخرجون من تحت الأنقاض، وهذا ديدن الاحتلال الإسرائيلي. أستاذ تيسير دعني أرحب بك مرة أخرى إلى نشرتنا الرئيسة. نعم. وإن جاز لي يمكن أن أقول أن الشعب الفلسطيني وضع عيدا ثالثا للأمة، فعيدنا هذا العام أضاءته البسالة الفلسطينية، عيدنا هذا العام أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، ولكن هل يبحث نتنياهو عن يعني ضوء يلمع من خلاله من خلال هذا القتل؟ هل يبحث عن ثرية سياسية جديدة من خلال إتاحة الفوضى لأن تشرع في هذا البلد الذي سيبقى عربيا وإلى الأبد؟ هذا صحيح عزيزي الكريم. زعيم اليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه معضلة سياسية داخل دولة الكيان الإسرائيلي ولا يستطيع أن يخرج من هذه الأزمة السياسية، يحاول الآن عبر آلة الحرب أن يوظفها بطريقة تخدم بقاؤه كرمز من رموز اليمين الإسرائيلي متحكم بسيرورة القرار السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذه الألعاب التي يحاول أن يسوقها نتنياهو أنه يحقق نصرا كبيرا يسوقه للمجتمع الإسرائيلي لكي يكسب تعاطفه وتأييده له ليبقى زعيما متفردا بالقرار السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تكشفه الوقائع، تكشفه الحقائق، تكشفه الساعات التي تمضي وتستنزف فيها الحالة الأمنية في داخل الكيان الإسرائيلي، عندما توجه ضربات المقاومة الفلسطينية إلى مفاصل الحياة في دولة الكيان، عندما تشل الحياة الاقتصادية، توقف المطارات، أكثر من 4.5 مليون إسرائيلي مختبئين داخل الملاجئ لا يستطيعون الخروج إلا بقرار من ناطق رسمي باسم القسام أبو عبيدة، عندما يقول لهم سنسمح لكم بالخروج لساعتين وعليكم أن تعودوا. هذا التحكم وهذه الصورة هي التي موجودة وليست الصورة التي يحاول نتنياهو أن يسوقها للمجتمع الإسرائيلي بأنه يضرب كما يدعي نشطاء المسلحين في قطاع غزة يهددون أمن إسرائيل. لا يوجد هناك شيء من هذا القبيل، هو يضرب في قطاع غزة منشآت مدنية، أسواق، شوارع، مساكن، أبراج، مؤسسات إعلامية، كما
طيب يعني أستاذ تيسير، عكس تقريركم في نعم أستاذ تيسير، لماذا الآن ما هو سر التصعيد الإسرائيلي في من ناحية التوقيت على الصعيدين العسكري والسياسي؟ عزيزتي، الكيان الإسرائيلي يواجه مشكلة حقيقية في ذاته، في واقع الحياة في المحيط العربي. هو يواجه معضلة، هناك شعب أصيل اسمه الشعب الفلسطيني موجود على أرضه يكافح من أجل أن يستعيد حقوقه المسلوبة منه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. في لحظة ما الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الإدارة الأمريكية وخاصة في ظل دونالد ترامب اعتقد أنه بإمكانه أن يتخطى هذا الشعب وأن يذهب بعيدا ليتربع على عرش المنطقة ككل من خلال موجات التطبيع التي قادها نتنياهو وحقق فيها إنجاز مع بعض الدول العربية مع كل الأسف، لكن سرعان ما انقلبت الأمور عكسيا، بمعنى أن اقترابه من جوهرة القضية الفلسطينية وهي القدس والمسجد الأقصى وأحياء المختلفة، اقترابه وتركه لهؤلاء المتطرفين من اليمين الإسرائيلي كي يعبثوا في هذا المقدس الإسلامي وهذا المكون العروبي والفلسطيني مدينة القدس، هو الذي أثار حفيظة الفلسطينيين ووجدوا أنهم لابد أن يقولوا كلمتهم بالنهاية. على الصعيد العسكري، نتنياهو يعلم جيدا أن أو في لحظة ما الجيش الإسرائيلي أو الاستخبارات الإسرائيلية سربت له معلومات تقول أنه مهما فعل لن يكون هناك بمقدور فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة أن تذهب بعيدا وتفتح حالة صدام معه وترد على تغولاته بحكم الحصار المفروض عليه. في ظل هذه الأمواج المتلاطمة وفي ظل بحث نتنياهو عن مكسب سياسي، أين يقف المجتمع الدولي؟ وإلى أي درجة تعتقد أن أيضا في إسرائيل يجب أن يكون هناك من يقف بوجهه؟ الدم، لا أحد يبحث عن الدم، ولكن البادئ سيكون أظلم. هذا شيء مؤكد، وبدأت الصورة عزيزي تتضح بشكل جلي بشكل أكبر. المستوى الذي ذهبت فيه عملية التصدي لتغولات الاحتلال الإسرائيلي لم تكن في حسبان نتنياهو ولا فريق اليمين الإسرائيلي في دولة الكيان الإسرائيلي. هو اعتقد أنه سيستفرد بالقدس، وعندما دخلت غزة ومقاومتها على الخط اعتقد أن غزة ستبقى كما الجولات السابقة لوحدها، لكن تناغم الجبهات الفلسطينية وانتفاضها إلى جانب غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في الداخل المحتل والضفة والقدس والخارج عبر الحدود ضد الاحتلال الإسرائيلي هو الذي وضع نتنياهو أمام مشكلة تتطور وتكبر شيئا فشيئا.